انا نازل دوار محيشر، ساكن دوار محيشر. في 2004 كانت واحد اتفاقيه متفق عليها من خمسه الوزارات، وزاره الاسكان، وزاره العمران، والبلديه والعماله والبلديه. عندنا واحد اتفاقيه استفد الشطر الاول في 2005، استفد الشطر الاول وتتم الشطر الثاني باقي ما استفدش. حنا كنطالبوا، درنا حمله سلميه هذا الصباح هذا باش كنطالبوا بحقنا، شمشي حاجه يعني باش يتمم الاتفاقيه ديالنا، يتتمت المشروع 483 بقعه للساكنه. وكذا بينا كنتفاجئوا ان الناس ولاو باغي كيستفزونا باي طريقه، شمشي باش يدخلونا عند بالمعنى الاصح، شمشي حنا الناس حضاريين، راه ماشي جايين من الغابه ولا، الناس حضاريين وكنهضروا بشي حاجه بالوثائق بالدلائل. راسلنا وزارات، وزاره الوسط، وزاره الاسكان، كلهم عطاونا اتفاقيه، لان الاتفاقيه كتبقى ساريه مفعول، فهمتي؟ هذا فين كاين المشكل، وهذا فين كنتفاجئوا ان الناس كيهجموا علينا، هذا ما كاينش في دوله الحق والقانون. الناس فين استافدوا؟ هذو اللي كانوا عطاهم قبل؟ ها هما استافدوا قبل، ها هما، هذو هما الناس اللي استافدوا. واش فعل الحياه واحد وهنا في بوخارست عند الهيكله، وكنتسناو حنا الشطر الثاني انه باش يعاود حتى هو يستافد. واذا بينا هاد الناس هادو باغيين ياكلنا حقنا، عندنا البلان، عندنا الاتفاقيه، عندنا كل شيء، علاش باغيين نردو نرجعوا للور؟ هاني كاين شي لوبي هو اللي كيدير هادشي كامل في دار الساكنه، واش كامله باش يستافد الساكنه باش يديروا هاد الفوضى هادي. حنا الناس حضاريين ماشي همجيين كما كيعتقدوا الناس. انا ما كاينش خدمه واستفزوا، واصلا اليوم الناس اليوم اصلا عندنا عطله، علاش غايجيو اصلا يجيو يستفزونا في اللازم؟ جيبوا لنا شي حاجه اللي قانونيه بان ما نستاهلوش ومرحبا. حنا الناس كنطالبوا الحوار، شمشي حنا الناس كنطالبوا الحوار، يبركوا معنا مسؤولين، عطيناهم راسلناهم، عندنا مراسله للوالي سعد الوالي، شمشي باقي ما بغاش يجاوبونا، جاوبونا وزارات اخرين ولكن ما بغاوش يجاوبونا. كاينين اعوان سلطه وكاينين يعني المهم كاينين في السلطه وكاينين اصحاب النفوذ، حتى هما عندهم وليداتهم وحتى هما مستافدين، انتم اللي عندكم تقريبا 60 عام. دابا هنا المشكل، دابا المشكل هنا الدوار محجر وقعوا فيه خروقات بزاف. واقدم دوار كاع. واقدم دوار. فهمتي؟ الاول اصح هو الاول خاصو يستافد. وإذا بيا خلاه هو الشطر الثاني قلنا زعما ماشي مشكل، يعني المشروع ملي بداو ضروري غيكملوه. والاتفاقية راه كتبقى ساريه مفعول. واخا في 2005 راه كتبقى ساريه مفعول، مشي فيها خمسة الوزارات، كلهم معترفين بهم. كلهم عطاونا حقنا، إلا هاد الناس هادو ما بغاوش يديروا معنا حل، لأنهم عندهم خروقات. كيضربوا على الخبايا اللي كاينة في الخفاء. فهمتي؟ هادشي هادو اللي بغينا نوصلوا، بغينا نوصلوا الميساج أصح، أن حقنا كناضلوا عليه، وغنبقاو ناضلوا عليه إن شاء الله. ما تنساوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.